أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس دكتور أكسل. في هذه المحاضرة راح نتعلم ثلاث مهارات جميلة ومهمة في برنامج أكسل. أداة التعبئة السريعة. طيب، أداة التعبئة السريعة من الأدوات المهمة، وطبعا قليلين جدا يستخدمون ويعرفون هذه الأداة. هذه الأداة تستخدم الذكاء الصناعي في التعامل وملئ الخلايا. طيب، نأخذ مثال. عندنا هذا جدول بأسماء ثلاثية مع الألقاب. لو حبينا نفصل الاسم الثلاثي في هذه الخلية واللقب في هذه الخلية، طيب حتى أستخدم هذه الأداة لابد أنه أملأ أول خلية، وبالتالي هذه الأداة راح تستخدم هذه الخلية، وبالتالي الأداة راح تستعين بالذكاء الصناعي لإتمام المتبقي. طيب، في هذه الخلية راح نكتب الاسم الثلاثي اللي هو مثلا باسم، كمال، محمد، وهنا راح نكتب اللقب اللي هو الجبوري. طبعا ملاحظة، لابد انه الاسم الثلاثي يكتب كما هو هنا واللقب يكتب كما هو، حتى من خلال الاستنباط تقدر الأداة تستنتج لنا الموجود. طيب، راح نجي نحدد هذه الخلية الثانية وليس الأولى، ثانية، ونجي إلى قائمة بيانات ونجي إلى التعبئة السريعة. طبعا ممكن نلقاها هنا، ممكن بأي مكان، ولكن هي ضمن قائمة بيانات حسب الإصدار. فنجي نضغط على التعبئة السريعة، نلاحظ بشكل مباشر راح يفصل لنا الأسماء الثلاثية. طيب، لو حبينا نملأ الألقاب نحدد الخلية الثانية وأيضا من قائمة بيانات ومن ثم تعبئة سريعة. لاحظ أنه راح يكتب لنا الألقاب بشكل مباشر وسريع اعتمادا على الذكاء الصناعي. طيب، نأخذ مثال آخر. عندنا هنا رقم تسلسل اللي هو BSN نقطتين شارحة طبعا، وبالرقم التسلسلي. لو حبينا نتعامل مع فقط الرقم بهذه الخلية حتى نستخدمه بالمعادلات، يأما نجي ناخذ هذا الرقم، طبعا نحدده هيك نسخ، ونجي هنا كنترول V أو لصق، راح يتم لصقه. أو طبعا نجي نكتب الرقم كما هو فقط، طبعا الرقم، ونجي نحدد ثاني خلية ومن بيانات، ونجي إلى تعبئة سريعة. لاحظ أنه راح يفصل لنا الرقم ويملأ لنا بهذه الخلايا. عمل قرعة إلكترونية. طبعا القرعة الإلكترونية أصبحت مهمة في العصر الحالي، خصوصا يتم استخدامها بشكل كثير في السوشيال ميديا وكذلك في حياتنا الاعتيادية. وحتى نعمل قرعة إلكترونية توجد الكثير من الطرق، ومن ضمن هذه الطرق برنامج أكسل. عندنا مجموعة خطوات لعمل القرعة الإلكترونية. أولا تجهيز جدول بالأسماء المتسابقين، ومن ثم عندنا تسلسل، طبعا يبدأ من واحد إلى يعني حسب التسلسل اللي إحنا عندنا، 10 15 20 مليون بالرقم اللي إحنا نريده. طبعا عندنا خطوتين. الخطوة الأولى راح نجي نستحصل رقم الفائز بشكل يعني قرعوي أو عشوائي، والخطوة الثانية هي ربط الاسم مع الرقم. يعني لو فرضا هنا بالقرعة طلعنا ثلاثة، بشكل مباشر البرنامج راح يعطينا اللي هو سامي. لو مثلا هنا كان مثلا خمسة، بشكل مباشر راح يعطينا البرنامج هنا مثلا سلام. طيب، كيف نعمل الرقم بشكل عشوائي ومن هذه الأرقام حتى يعطينا إياها مع الأسماء؟ نحدد هذه الخلية ونجي إلى صيغ، ومن ثم نجي إلى رياضيات ومثلثات، صيغ رياضيات ومثلثات، نجي ننزل إلى الأسفل. عندنا دالة اسمها راند بتوين، طبعا هذه هي راند بتوين، حددها. راح يطلب من عندنا شيئين. الشيء الأول هو أقل رقم بالقرعة، هذا اللي هو رقم واحد، والشيء الثاني هو أعلى رقم موجود اللي هو 10. طبعا يأما نكتب هنا واحد، يأما نحدد رقم الخلية، يأما نكتب هنا 10، يأما نحدد رقم الخلية، الخيار أن المهم يريد عندنا البوتوم والتوب، أول رقم وآخر رقم، ومن ثم موافق. طيب، حتى نظهر الرقم بشكل عشوائي نجي إلى صيغ، ومن ثم نجي نضغط على الحساب الآن. إذا لاحظ راح يختار لنا رقم بشكل عشوائي. جيد، الآن أتممنا المهمة الأولى. المهمة الثانية هو نربط الاسم مع الرقم اللي راح يظهر عندنا. جيد، وحتى نربط الاسم مع الرقم نجي نحدد الخلية اللي بيها الاسم. هذا طبعا لا نحدد الفوق، نحدد الجوة، ونجي طبعا إلى صيغ، ومن ثم نجي إلى بحث وإشارة، وطبعا نختار VLOOKUP، هذه الدالة اللي هي VLOOKUP. طبعا هذه بيها أربع مكونات ومشروحة تماما
بمحاضرات دورة أكسل المستوى المتقدم والمستوى الاحترافي. طيب نجي إلى أول خيار اللي هو لوك أب فوليو، طبعاً راح يطلب من عندنا الرقم، رقم الفائز، وتيبل أري راح يطلب من عندنا نحدد هذا الجدول كله، وكول إندكس راح يطلب من عندنا هنا اسم الفائز في أي عمود موجود، موجود في العمود رقم 2، إذا لاحظ هذا رقم 1 بالجدول وهذا رقم 2 بنكتب هنا رقم 2، وهذه راح تكون ثابتة اللي هي بالأخير 0. طبعا هنا راح نحدد رقم الفائز، نحدد الجدول، نحدد رقم العمود اللي به الاسم اللي هو رقم 2، وطبعا رينج راح تكون 0 ومن ثم موافق. طيب الآن راح نجي نخفي هذا العمود اللي هو به رقم الفائز حتى لا يظهر، فراح نجي إلى إخفاء طبعا وليس حذف للتنويه، إخفاء وليس حذف. ممتاز، ممكن هذا يكون بشكل توسيط. جيد، الآن إذا نجي إلى صيغ ونختار حساب، الآن إذا لاحظ راح يعطينا أسماء بشكل عشوائي، يختار من هذه الأسماء. طبعا نقدر نستفاد من هذه المهارة في عمل القرعة الإلكترونية. منع تكرار الرقم التسلسلي، طبعا هذه المهارة مهمة جدا، نستخدمها دائما في الفواتير وفي التسلسلات وفي الأمور الإدارية والمحاسبية بشكل عام. طيب عندنا هنا أسماء، مثلا لو حبينا نضيف اسم اللي هو مثلا راح يكون مثلا فاضل كمال محمد. طيب إذا أجينا هنا كتبنا مثلا 10 سهوا، مكان ما نكتب 11 راح نكتب 10، لاحظ أنه راح يقبل البرنامج، مثل ما لاحظ هنا لو نطينا التوسيط راح يقبل 10، وحتى إذا كتبنا 1 راح يقبله. طبعا هالشيء إداريا وفنيا جدا خطأ، يعني ما يصير عندنا باسن تسلسلة 1 وفاضل تسلسلة 1. طيب حتى نتخلص من هذه العملية راح نستخدم تقنية منع التكرار. طيب شلون نعمل هذه التقنية؟ طبعا نجي نختار خلية مجاورة من اليسار هنا، أي خلية، هذه أي خلية، وراح نعمل بها دالة. هذه الدالة راح تساعدنا بمنع التكرار اللي هي الدالة count if، راح نحسب بها الرقم، هذا الرقم كم مرة متكرر. طيب شلون نعرف؟ نجي من صيغ ودالات إضافية إحصائي، وطبعا ننزل هنا الى الاسفل، عندنا الداله اللي هي كاونت اف، طبعا ننتبه مو كاونت ولا كاونت اي ولا كاونت افس اللي بها اس، كاونت اف. جيد، هذه الداله بها رينج وبها كاراتيريا، الرينج راح يطلب من عندنا تحديد العمود، هذا العمود كله راح نحدده، العمود اللي به الارقام التسلسلات كله، طبعا نضغط مو على الاسم، نضغط على اسم العمود، هنا راح يطلع من اي الى اي. الكاراتيريا راح نختار هذا الرقم اول واحد، راح نحسب اول واحد كم مره متكرر، نجي الى موافق. اذا الاحظ انه رقم 1 متكرر مرتين، طيب نجي نلاحظ هنا عندنا 1 وهنا عندنا 1، لو هنا كان ايضا 1 راح يكون ايش قد 3. جيد، الان هذه الداله، طبعا هذه الخليه نحددها، ونجي هنا وراح نضيف يساوي، طبعا نغير انجليزي، يساوي 1. شنو هنا راح يصير عندي؟ راح يصير عندي إذا هذا التسلسل تكرر مرة واحدة راح يعطيني ترو، وإذا تكرر أكثر من مرة راح يعطيني فولس. طبعا هنا انطاني نتيجة فولس، ليش؟ لأن متكرر 1 2 أكثر من مرة. طيب إذا هنا خلينا مثلا 11 وهنا خلينا 6 راح ألاحظ اعطاني ترو، ليش؟ لأن 1 تكرر مرة واحدة. طيب الآن اكتمل كل شيء، فقط الخطوة الأخيرة راح نجي نحدد هذه الخلية، وطبعا نجي نحدد هذا كله نحدده من النهاية إلى البداية، نضغط كليك أيمن ومن ثم قص ثم انتر. جيد، الآن راح نجي نحدد هذه الخلية، طبعا مو الاسم، هذه الخلية نحددها ونضغط كنترول شيفت مع الاتجاه الكيبورد إلى الأسفل مع اتجاه الكيبورد مرة أخرى حتى يحدد العمود كله، راح لاحظ تحدد كل العمود. نجي نصعد إلى الأعلى تماما، وطبعا نجي إلى بيانات ومن ثم التحقق من صحة البيانات أو Data Validation، ونختار أول وحدة اللي هي Data Validation أو التحقق من صحة البيانات، ونجي من السماح هنا راح نختار مخصص، نجي إلى الصيغة، نضغط كليك أيمن ونلصق المعادلة اللي قصيناها قبل قليل، لصق، ونجي إلى التنبيه إلى الخطأ، نكتب هنا في رسالة الخطأ، نكتب الرقم مكرر.
أو التسلسل مكرر مثلا، ومن ثم موافق. جيد، نتأكد لو كتبنا هنا أنا مثلا مثلا طه محمد علي وحبينا نضيف تسلسل 10 مثلا، راح يعطيني التسلسل مكرر. لو كتبنا 11 تسلسل مكرر، لو كتبنا 12 راح يقبله. ليش؟ لان 12 جديد وغير متكرر. طبعا هذه العملية مهمة جدا وراح نحتاجها دائما بالتسلسلات وبالامور الإدارية. ان شاء الله تكون هذه المحاضرة مهمة وسهلة. نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى.